اصلا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، اصلا لما تزوج خديجة كان عمر خديجة كم؟ كم؟ الان كثير من الكارهين للاسلام وكارهين النبي صلى الله عليه وسلم يقولون النبي يحب النساء، حاشا وكلا. امهات المؤمنين اختارهن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. خديجة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت اكبر منها ب 15 سنة. كان عمره 25 سنة وكان عمرها هي 40 سنة. وكيف تزوجها؟ خديجة كانت صاحبة تجارة، كانت تاجرة، وكانت تذهب قوافلها للشام وترجع لمكة، فكانت تحتاج شخص وفي يذهب بتجارتها إلى الشام. كان عندها غلام اسمه ميسرة، فميسرة هي اختارت النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان كل التجار في مكة يبغون رجل وفي، لأن هذه أموالهم ما يبغونها تروح مع أي أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق أنه يشتغل لخديجة في البداية، فذهب قافلة محملة بالتجارة إلى الشام، وكان معه ميسرة. راح إلى الشام ورجع إلى مكة. لما رجع إلى مكة قص الأخبار كلها ميسرة على خديجة رضي الله عنها، قال له كل شيء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من الوفاء، من الأمانة، من حفظ الأموال، من ومن ومن، من الصدق. فأعجبت، وهي كانت أصلا معجبة بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فأعجبت به أكثر وطلبت أنها تتزوج منه، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أعمامه وقال لهم الخبر كامل، ووافق أعمامه وراح وخطبوا خديجة وتزوجها. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم البنات والأولاد من خديجة إلا واحد، إبراهيم. فمن طلعته وهو معروف بالصدق والأمانة والذكاء والدهاء النبي صلى الله عليه وسلم، لو بتعدد صفاته من الآن إلى ما توفيه حقه. رعى الغنم، كان يرعى. مرحبا، يلا حيه. هلا ومرحبا. كان النبي كان يرعى، إيه موجودة، كان يرعى الغنم لأهل مكة بقراريط. وش القراريط؟ قراريط؟ إيه. وش قراريط يا سلطان؟ قراريط. قراريط يعني زي الهلالات، تعرف الهلالات؟ إيه. قراريط من ذهب. شيء بسيط جدا. والله العظيم ما أذكر أني قريت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكأني عايش معه. يا أخي شيء عجيب.